إنقاذ مسار الحل السياسي للأزمة الليبية بعيدا عن الميليشيات المسلحة والتدخلات الأجنبية كان محور مباحثات ممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون السياسية والأمنية جوزيب بوريل مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري. القاهرة دعت الاتحاد إلى تشجيع الأطراف الليبية على العودة لطاولة الحوار السياسي الجامع برعاية البعثة الأممية واستئناف إنتاج وتصدير النفط لصالح جميع الليبيين. على سواء المجتمع الدولي أن يظهر جديته ولا يكتفي مجرد بالدعوة بتحقيق أمور، وإنما لا يبذل الجهد المطلوب للدفع بهذه الرؤية ووضع الآليات المناسبة لتنفيذها. محادثات بوريل في القاهرة شملت الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، حيث استعرض نتائج زيارته الأخيرة إلى ليبيا ولقاءاته مع أطراف الأزمة لتكريس التهدئة الراهنة وتثبيت وقف إطلاق النار بين قوات حكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي. أشيد بالدور الهام والحيوي لمصر في الحفاظ على وقف إطلاق نار في ليبيا عبر إعلان القاهرة وتحديد الخطوط الحمراء، وبفضل هذه الجهود تمكننا من فرض وقف إطلاق النار. لتخفيف وطأة الحرب علينا أولاً وقف القتال، وهذا ما جرى بالفعل ونريده أن يستمر، وسيستمر بفضل القدرات التي تظهرها مصر والدول العربية الأخرى في هذا الاتجاه. محادثات بوريل تطرقت أيضاً إلى أزمة سد النهضة وكذلك تطورات القضية الفلسطينية في أعقاب نجاح جهود إيقاف مخططات الضم الإسرائيلية لأراض في الضفة الغربية. تحركات دبلوماسية مصرية أوروبية مكثفة تسابق الزمن لاغتنام ما تيسر من فرص متاحة وصولاً إلى حل الأزمة الليبية سياسياً وسط مخاوف من استنساخ السيناريو السوري على أرض ليبيا. أحمد مهران، سكاي نيوز عربية، القاهرة.